هو أن بعض النساء ينتظرن حتى تقضى الصلاة صلاة الجماعة في المسجد المجاور لهن ثم يصلين. المرأة لا تتقيد بوقت في أداء صلاتها في بيتها، بل إذا دخل الوقت فلها أن تصلي متى شاءت، وكلما بادرت فهو أحسن، كلما بادرت بأداء الصلاة فهو أحسن، لأن أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، ولها أن تؤخرها. أما أن تتقيد بصلاة الإمام ولا تصلي حتى ينتهي فهذا لا أصل له، فهي معفية من التقيد بالإمام، بل إذا دخل الوقت فإنها تصلي متى شاءت، ولكن كل ما بادرت فهو أفضل. نعم، أثابكم الله.